رحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم لا تحرمنا مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا ربنا ويا خالقنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله ألا تشوي خلقنا بالنار. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا اللهم وارض عنا.
فارج الهموم يا كاشف الغموم يا فارج الهموم يا كاشف الغموم اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وفك أسرانا وأسر المسلمين اللهم انقطع الرجاء إلا منك وخابت الظنون إلا فيك وضعف الاعتماد إلا عليك اللهم عجل بالفرج والنصر لإخواننا المستضعفين اللهم عجل بالفرج والنصر لإخواننا المستضعفين من المسلمين اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا قريب الإجابة يا قريب الإجابة أصلح شبابنا أصلح شبابنا وأصلح فتياتنا اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عم بالأمن والرخاء جميع أوطان المسلمين اللهم وفق جميع قادة المسلمين لما تحب وترضى اللهم وفق ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم وفقه ونائبيه لما فيه عز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله